الجمع المبارك وهذه الخطوة النبيلة التي أخذت عليها جمعية صداقة للرياضة والتنمية في الناظور والمتمثلة في إحياء هذه الليلة المباركة ترحمت على تقييد الرياضة وأحد أخصابها المرحوم السيد أحمد العروسي الذي انتقل إلى دار البقاء بعدما أثنى عمره في خدمة نادي الرياضة الناظوري لكرة القدم وهو مؤسسه. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويفسح جناته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوات وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما نتمناه حقا هو أن يظل اسمه حاضرا بيننا بإطلاق اسمه على أول معلمة رياضية يشهدها الإقليم وهو الذي ناضل من أجله بقاء الملعب البلدي بالناظور كما أن حب المرحوم وغيرته على النادي يجب أن يكون الطريق الذي نسلكه جميعا خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي يمر منها الفريق والتي تتطلب امتحان أبناء الهلال الحقيقيين من رؤساء سابقين ومسيرين ومحبين وفعاليات مدنية وسلطات محلية وأعيان المدينة ومنتخبون وبرماديون. فلا وقت للمزايدات ولا للحسابات الضيقة. المرحوم أحمد العروسي كان مثالا للتضحية من أجل الفريق ورغم الكبر والمرض فقد ظل وفيا مخلصا مؤمنا بمبادئه وعلينا جميعا أن نحذو حذوه. رحمه الله فقيه الرياضة بالإقليم وتقبل الله من الإخوة في جمعية الصداقة وجزاهم الله عنا وعن الحضور جزاء الخير وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.